وهكذا. معنى كده ان القضيه للنائب لدى النيابه، والنيابه هتحركها، والموضوع ما انتهاش لهذا الحد. واحنا ما بنعديش نجيب سويرس عشان مسيح، ولكن هو شتم الدين الاسلامي، يدي فرصه لاي متطرف مسلم انه يشتم الدين المسيحي، وقتها هيبقى في فتنه طال شوي. الغرض منها الحفاظ على وحده الوطن، مش المعاداه يا سلطان المسلمين. انا دلوقتي لما بوكل على حد متطرف عنه، لما بوكل على حد المرافق الجنسيه وليس بماده الجنة، ولكن هذا هو خطا استثناء ثالث ورد على نص الماده الاولى من القانون الرسميه فيما يختص بمواد الجنة والمخالفات وليس المواد المدنيه، فهذا هو خطا في تطبيق القانون مما يعيب الحكم الذي صدر من محكمه الجنة ولا ابو العلا. اما بقى عن محكمه الجنة قصر النيل التي اصدرت الحكم من حوالي 3 أو 4 أيام، فنحن لا نعلم من هو الذي اقام شخص هذه الدعوه وما هو تاريخ قيدها. وانا قدمت طلب لرئيس محكمه عابدين وهو القاضي يعتبر الاعم والاشمل لقاضي جنح قصر النيل بفتح باب. طبعا معروف العقوبه، رضيع خاص للمتهم، رضيع عام للمجتمع، ما حدش فكر يعمل جبر خاطر المبني عليهم. انا بجري على رضيع عام للمجتمع، ما حدش فكر، لا سيب دين اسلامي ولا مسيحي ولا اي رساله سماويه. الناس راضي جبر خاطر المبني عليهم اللي هم جميع المسلمين، مليار و400 مليون مسلم، بجري على جبر خاطرهم خوفا من تصرف واحد مش مسؤول مسلم يكون متطرف. يا جماعه البلد في خطر. شكرا. محمد المحامي مردود هو الدعم للعمل. استاذ احمد، عايزين نعرف الحكم دوت، هل ما زالت القضيه في يد النيابه؟ متوقفه يعني، متوقفه عند النيابه، يعني النيابه واقفه لغايه لما تنظر القضيه دي، القضيه دي عدم قبول هترجع تاني للنيابه العامه. وان في حصل خطا اجرامي، المفروض النيابه كانت تتدخل في اول جلسه وتودي في اماكن منتهى، لان دي ما يعني مش هي من الحالات اللي ينطبق عليها الجنح المباشره. واخد بال حضرتك، دي مش من جرائم الشك، ما حصلش ضرر مباشر حسب كلام المحكمه. الالام اللي ترتبت عليها ما يعتبرش ضرر مباشر، ولكن القضيه لا زالت في النيابه العامه، لان احنا اصلا مقدمين البلاغ يوم 24/6 للنيابه العامه. واخد بال حضرتك، الجنحه اتقامت 5/7، النيابه التواصل حصل التحيات في القضيه من 2 من زملائنا. واخد بال حضرتك، فقالت ان في جنحه مباشره 5/7، وبالتالي ما تقدرش هي، طالما القضيه راحت للمحكمه يبقى المحكمه اللي تفصل بواقع الاقرار. النهارده الحكم بيقول ان المفروض النيابه كانت اتدخلت في جلسه، في اول الجلسه قبل ما يحصل دفع من دفاع المتهم سويرس بعدم قبول الدعوه. وفي نفس الوقت اشارت ان القضيه متوقفه واقفه ما انتهتش، يعني لا زال التحقيق شغال، وهندعم سنداتنا في القضيه. القضيه يا جماعه احنا مش متطرفين، احنا بندور في تطرف. مش ممكن تقول لي انك انت تجيب بتاع ده لحيه، واحد لابس لحيه وجلابيه وبيضه زي ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام، ومنقبه زي ما كان امهات المؤمنين، وتلبسهم لفار، وتقول لي ان انا بهزر، انا كنت بمزح. فاحنا بنقول طب ليه ما حصلتش قسيس وقلت تمزح؟ طب ليه ما حصلتش راهبه وتمزح؟ وفي جو البلد فيها احتقان طائفي، هنركن ان في احتقان طائفي؟ هنحضر ان استقرار البلد مهدد في هذا الموضوع موجود؟ يبقى الراجل المسؤول ما كانش عمل كده. نمره 2، ليه تسيب الدين؟ وتقول انا اساسا رجل شرعي، لو واحد هددني هطلع دين. طب ما تشتمه هو، ليه تشتم الدين الاسلامي؟ يعني هل ترضى؟ هل لو سيبنا ده مش هيطلع متطرف يسيب الدين المسيحي؟ هل هيقبلها حد من اشقائنا المسيحيين؟ هل ده في مصلحه البلد؟ عشان كده رفعنا الدعوه، مش عشان سوارس مسيحي، لا، المسيحيين، انا مسيحي اصلا، انا قبطي اصلا، و90% من المسلمين اقباط،
احنا مصريين ننسى كلمه افتي ومصر، لكن ما يهدد استقرار البلد ان يجي متطرف مصري يروح سابق الدين للدين الاسلامي، يروح عامل اهل المسيحي، يروح جايب اسيس ولا يبقى دخلنا في دايره.